ناحيتي هضغط على سعيد العراقي يسحب شكوته ضدك وربنا يسهل. ميش يا ابو الميزان يا محل فرح بلادنا. اخوي واد عمي سلام على السلامه. الله يسلمك. نورت الواحه. الله، مش دي البنت اللي خبطتني؟ خبطتك كيف؟ مين البنت دي يا امين؟ مين ده؟ ده ابويا يا حسن، لسه بادع طريقه من الجبل النهارده. سلمى خلاص بقت مراتي. حسن يا عم، لو نفسك تنده هروح اقف بعيد. الف مبروك. الله يبارك فيك. والله انا قلت كده من ساعه ما شفتها ماسكه جزازه الدواء في ايديها، وانا قلت ان شاء الله البنت دي هتبقى من اسمتك ونصيبك. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. نورتونا يا عم. ده مش بالع طريش، ده بالع الجبل نفسه. حسي حسي، انت تقول له ان انا مراتك؟ انت فاكره نفسك في ارض الجولف؟ انت سامع صوت ابوه عامل ازاي؟ اقول لهم ايه؟ تعرفت عليك في لجنه؟ خدت عجالي وصحتي وفلوسي. حسن استنى ما اشوف. نعم. بقول لك ايه؟ الواد يوسف اخوك بوجه عامل ايه؟ ايه؟ بوجه عامل ايه؟ بوجه كويس الحمد لله. الحمد لله. مريم 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 مريم. في حد هربان يا ابني فلاك اسمه مريم؟ ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ مريم دليل واحد. بس 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 يا عم، الله يرضى علينا وعليك. ساعة ونص مريم، الواحة كلها ما فيهاش غير مريم، ما فيش شادي أو نادي أو عايدة. هات يلا. جاهزين؟ جاهزين. يلا. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. بنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. بعد البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. بعد البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. بيتك يا امين الحته يا واطي راحت فين؟ موجوده وكل تمام تحت سيري من قدام. طلعت يا اختي الحته معاك. انت يا سودا اللي ظلمان. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. تعب البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. الحمام عليه خميسه من قدام. ايه ده؟ انت خلاص حكمت ان انت هتنام على السرير وانا انام على الارض؟ انا اقدر، في راجل محترم يخلي مراته تنام على الارض؟ مراته ده ايه؟ انت صدقت ولا ايه؟ يلا قوم. انت طولي. ايوه هطول، وطول اطول من كده كمان. ماشي يا ستي. الا قولي يا حسن، انت عمرك يعني ما حبيت بجد؟ يعني حصل مره اني حبيت واحده حلوه وجدعه، بس الظروف ما كانتش مساعده. ازاي يعني؟ كنت انا وهي هربانين. كنا هربانين، وكانت الدنيا بقى كلها بتجري ورانا، فلما جيت انا وهي نقرب انت قلت لي انها حلوه يعني؟ ساعات. ازاي يعني؟ يعني لما بتسمع الكلام وبتبقى عاقله كده بتبقى حلوه، انما لما بتتجنن ودماغها تبقى ناشفه بتبقى زي القمر. ماشي. طيب انا كمان اقول لك سر يا حسن. قولي. مره هربت. برضو؟ ايوه، انا بهرب كتير. وبعدين اتدبست مع واحد بقى كان خنيق جدا، كنت بكرهه ومش طايقاه بجد. وبعدين يعني فجأة كده يعني غيرت فكرتي عنه. ليه؟ مش عارفة، ممكن يكون يعني كان جدع، يعني بيتحمل كده مسؤولية، ممكن
مش عارفه يعني هما بيقولوا عليه كويس. مش عارفه، انا سامع عنه كلام زي الفل، ده البلد كلها بتذكر فيه. بجد؟ انت عارفه ايه الشبه بين الاثنين دول؟ انهم بيقابلوا الناس الصح في الوقت الغلط. تصبح على خير. تصبح على خير. طب حسن، هو احنا يعني لما نسافر ممكن نبقى يعني هنتقابل يعني ولا؟ يعني اكيد لو لينا نصيب هنتقابل. صح، محدش عارف. صح. هتنامي؟ اه هنام طبعا. نامي؟ اه هنام. تصبح على خير. انت من اهل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، احنا جايين نسأل عن أمين زين الدين. خير، أمال أنتم مين؟ مباحث. في أمين؟ يلا يا حسن مفيش وقت، لازم تداروا بسرعة. حسن مين يا بيه اللي مخبيه؟ الله يلعن اليوم اللي شفته فيه ده، انا لا بطيئه ولا بطيء سيرته. الله، امال يعني ايه اللي خلاك تسيب مصر كده فجأة؟ فرح اختي يا بيه، فرح اختي، بلاش احضره. يا ريتكم شرفتوني يا بيه من بدري، والله كنت نورته الفرح. اسكت يا بابا اسكت، صوتك بيعمل مشاكل مع الناس. امال ايه اللي خلاك تدينا اسم المستشفى غلط يالا؟ هو طلع غلط يا بيه؟ اه يا اخوي. طب ايه رايك بقى ان انا بنفسي اللي مودي حسن واخوه المستشفى دي؟ يمكن غيروها بقى، الله اعلم. عيب يا بيه عيب، اي حاجه هعرفها عن الزفت اللي اسمه حسن ده هبلغه على طول ان شاء الله بالموبايل. حد وانا وعدتك قبل كده لو دلتني عليه ليك عندي مكافاه كبيره قوي. الله يكرم اصلك، الله يكرم اصلك، مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا، نورت الواحه بتاعتنا والواحات التانيه والداخله والخارجه والفرافره وكله. مع الف سلامه. ايوه يابا، ظروفهم عالي كده، جايز يعملوا حادثه في السكه. الحمد لله غرف 60 داهية. أمين سلمى راسها تعبان. فين ده؟ إيه ده حسن؟ ده صغير ما تخافش، ومش سام كمان. أيوة بس دي حرارتها عالية. أيوة ما هي قرصة تعبان بتعمل كده، دوخة وسخونية. هو شريط أسبوسيد وراحة يوم وهتبقى زي الفل. يلا.